للعفو، ولا تستاهل ولا تستحق أن ننفخ فيها ونزبد ونرعد حتى تصبح كالجبل. فلماذا يا أحبة، لماذا لا نبادر إلى العفو، إلى صفاء القلب والسريرة؟ والله عند الله عز وجل عظيمة القدر. صفاء القلوب يا أحبة من علامات أهل الجنة ومن سماتهم. رجل مخموم القلب، بيّن صلى الله عليه وسلم، أي قلب نقي، قلب أبيض. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، منه وكرمه. ثم قال: فذكر أبو بكر القصة كما هي، يقول عنه: ثم ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل بيننا، فقال: أجل يا ربيعة، أجل يا ربيعة، لا ترد عليه، ولكن قل: يغفر الله لك يا أبا بكر. فإذا بالصديق يذرف الدمع الهتون معترفا بالفضل لهذه المنقبة الإيمانية العظيمة. فما أعظمها يا أحبة من قبسات ومن دلائل بينات تبين يا أحبة. نحن يا أحبة نخطئ كثيرا حينما يتجه أحد إلى العناية بالطيب المصنوع ويتجاهل الطيب المطبوع، أعني به طهارة السريرة وحسن الخلق. جمل الله وإياكم حسن الخلق. نخطئ كثيرا يا أحبة حينما نهتم بملابسنا ومظاهرنا وأجسامنا ونهمل بواطننا وقلوبنا وأخلاقنا. نخطئ كثيرا أحبتي حينما نعنى بإصلاح ما بيننا وبين المخلوقين وننسى ما بيننا وبين الخالق، ونتأدب مع المخلوقين وننسى التأدب مع الخالق. نخطئ كثيرا أحبتي حينما يعمد أحدنا إلى التأدب مع الأبعدين وينسى الأقربين، ونهتم بأنفسنا وننسى الآخرين. نخطئ كثيرا أحبتي حينما نصلح دنيانا بتمزيق ديننا، ونصلح دنيانا وننسى آخرتنا. ما أعظمها من قبسات. الحديث يطول أحبتي، ولكن حسبنا أن نختم هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا. إذا كان الإخوة في العرض جاهزين في هذه الكلمة يا أحبة، هذه الكلمة العظيمة بإذن الله تعالى تتأتى بعد فضل الله عز وجل ومنه وكرمه من خلال بإذن الله تعالى ما قال بعض السلف عنه: جاهدت نفسي في الخشوع 30 سنة فوجدته بعد ذلك. جاهدت نفسي في الخشوع 30 سنة فوجدته بعد ذلك. قال بعض السلف: يقف الرجلان في الصلاة وبينهما في الأجر كما بين السماء والأرض. يقول بعض السلف رحمة الله عليه عندما سمع قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال: كم من رجل لم يشرب الخمر في حياته وقد أسكرته الدنيا بهمومها. فما أعظمها يا أحبة من حقائق إيمانية وقبسات ندية، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إليها لما يحبه ويرضاه. هذه يا أحبة الوقفات القصيرة. يبدو أن الإخوة غير جاهزين بشرائح، ولكن حسبنا أن نجملها إجمالا ونقول: أحبتي، إذا أردنا أن نحقق هذه الكلمة فعلينا بتأمل قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأن نتأمل في أعظم وأول ما يحاسب عليه العبد. الشرائح اللي بعدها لو سمحت، الشرائح اللي بعدها مشكورا. تأملوا يا أحبة في هذه الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نهاية هذه الآيات: أولئك هم الوارثون. وارثون ماذا؟ الفردوس الأعلى. إذن بعد الجهاد والتقوى والخير. استعجلوا أيها الأحبة عشان ضيق الوقت. أيضا بشارة هنا، بشارة من؟ بشارة المتقين.
أمر عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد وبشر المخبتين. من هم الذين حققوا كلمة التقوى واقعا ملموسا في حياتهم فعلا واعتقادا أكثر من ذكر الله جل وعلا؟ وجلت قلوبهم، صبروا على ما أصابهم، أنفقوا مما رزقهم الله، صابرين على كل بأساء وضراء، وكذلك محافظون على صلاتهم وينفقون. استعجلوا أيها الأحبة، هذه تكلمنا فيها قبل قليل، هذه أرجى آية في كتاب الله جل وعلا. مهما يا أحبة بلغ بالعبد من خطايا فإنها أرجى آية في كتاب الله جل وعلا، تأملها كل منا يا أحبة، علينا أن تأملها وأن نعيد التدبر فيها، علها أن تكون نبراسا إيمانيا صادقا نحو حياة بإذن الله تعالى فيها الخير والسؤدد. هذه تكلمنا فيها أيضا من آيات العجاز في القرآن يا أحبة، وعظم القرآن وما فيه. لا شك يا أحبة أن الخشوع من مطالب كلمة التقوى. إلى الأسباب لو سمحت، الأسباب امضي امضي، جزاك الله خير. الشريحة اللي بعدها لو سمحت. أسباب عدم تحقيق هذه الكلمة، عدم الخشوع معناته عدم تحقق كلمة التقوى في القلب. أسبابها ماذا يا أحبة؟ عبارة عن نقاط سريعة، والوقت بقي معنا 7 دقائق فقط، والإخوة يعني يشيرون بهذا. هذه يا أحبة قواصم ظهر الخشوع والتقوى، عافانا الله وإياكم. نريد تقوى حقيقية فعلينا بالبعد من هذه يا أحبة القواصم، عافانا الله وإياكم. كيفية تحقيقها من الله عز وجل، مطلبها الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. معرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تزداد بها خشوعا، تزداد بها إيمانا. أيضا المبادرة المحافظة على الفرائض والواجبات يا أحبة، وجعلها في سويداء القلب. يقول على السلف: مات علي ابن فعزاني كثيرون، وفاتتني تكبيرة الإحرام ولم يعزني إلا 3. الله المستعان. طيب اللي حصل 3 يعزوه، أما في هذا الزمان يا أحبة نحن كأننا، الله المستعان ولا أبر نفسي، كأن بعضنا يمن على ربه بالعبادة، يمنون عليك أن أسلم، وهو الغني جل وعلا. المداومة على قبل لو سمحت نكمل هذا، بارك الله فيك. المداومة على أعمال الخير يا أحبة، قبل قليل سمعنا قوله تعالى أو قرأنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا أردنا هذه الكلمة بإذن الله تعالى، علينا إلى المبادرة. كان عمله صلى الله عليه وسلم ذيمة: خير العمل أدومه وإن قل. الحذر من المال الحرام، عافانا الله وإياكم. لماذا؟ لأن رقة القلب وتحقيق التقوى تحتاج إلى عون من الله عز وجل ودعاء. إذا كان الدعاء لا يستجاب، كيف تحقق أيها الأحبة؟ من أسباب قطع الدعاء وعدم استجابته الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يرفع يديه للسماء: يا رب يا رب، ومأكله حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له. فأن يستجاب له، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: الأخيرا كثر الذكر الله جل وعلا والتأمل في نعمه الظاهرة والباطنة، كما بينا في سياق هذا الأمر. لهذا الأمر ثمرات، لعلنا إن شاء الله يعني طبعا سريعا، من ثمرات كلمة التقوى يا أحبة والخشوع أيضا، تذوق الإيمان وفضل الله عز وجل على عبده المؤمن. الخشوع يبعث على الهمة العالية. تريد أن تكون همتك عالية فعليك بالصلاة الخاشعة، عليك بتحقيق كلمة التقوى، بأن تعقد عقدا إيمانيا صادقا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأعظم عقد عقد الإيمان، التي عجزت عنه السماوات والأرض والجبال وأشفقن منه، فأبينا أن يحملنه وأشفقن منه، الله أكبر، وحملها الإنسان. إذن هذه الأمانة إذا حملتها استعن بالله جل وعلا، تبعث إليك الهمة العالية،
تعميق الإخلاص في سويداء القلب. ونحن يا أحبة في شهر من هديه صلى الله عليه وسلم كثرة الصيام فيه، ألا وهو شهر شعبان، وهو بإذن الله تعالى من أسباب الإخلاص الصيام، وهو تهيئة وإرهاصة لموسم عظيم مبارك، حتى تدخل وتدلف ذلك الموسم المبارك وقد روضت نفسك على الصيام وتهيأت له، كما يتهيأ يا أحبة صاحب الاختبار في الدنيا لاختباره. فمن باب أولى لاختبار هذا الشهر المبارك العظيم، ولأنك محط نظر ربك جل وعلا في أعمالك، فانظر ماذا ترى وماذا تصنع. إذن أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمني وإياكم أجر هذه الدقائق المباركة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها ووطن يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل صالح أعمالنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم يا قوي يا عزيز، من أراد ويا جبار من أراد بلادنا وقيادتنا ومقدراتنا ورجال أمننا بسوء، فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله عز وجل يقول حقا وهو يهدي السبيل. وصل اللهم مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. جزا الله شيخنا خير الجزاء، وجعل ما قدم في موازين حسناته ثقل بها موازينه وبيض بها وجهه يوم لقاه. وباسمكم جميعا أحبتنا الأفاضل، نشكر شيخنا الشيخ عبد الله المغربي إمام وخطيب جامع الرضوان بجدة، ونقول لكم بعد الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى يكون لنا لقاء آخر مع نجم قناة المجد الأستاذ وليد با صالح على هذا المسرح. وحياكم الله الآن على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.